مشاهدي مصر الزراعية واللون الأخضر، صباح الخير عليكم جميعا وأهلا بكم، وهذه الجولة الاقتصادية السريعة مع أبرز أخبار المال والاقتصاد، ونبدأها كالعادة بأبرز أخبارنا الاقتصادية. الخبر الأول بيقول تعديل قوانين الاستثمار لإزالة المعوقات وجذب المستثمرين. أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أن الوضع الاقتصادي لمصر يشهد تحسنا بشهادة الخبراء الدوليين والمنظمات الاقتصادية العالمية. جاء ذلك خلال مشاركة محافظ البنك المركزي في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية التي اجتمعت أمس برئاسة محلب وناشط ضبط سوق النقد وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. البورصة تتراجع ورأس مالها يخسر 4.3 مليار جنيه. لليوم الثاني على التوالي تراجعت مؤشرات البورصة بسبب عمليات جني الأرباح، حيث أغلق رأس المال السوقي عند مستوى 490.988 مليار جنيه، مسجلا انخفاضا قدره نحو 4.3 مليار جنيه. وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، فتعاملات الأجانب والعرب اتجهت للشراء وتعاملات المصريين تتجه للبيع، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 1.44%، مسجلا 8648 نقطة، بينما أغلق EGX 70 عند مستوى 582.95 نقطة، مسجلا انخفاضا نسبته 72%، وأغلق EGX 100 عند مستوى 1059.45 نقطة، مسجلا انخفاضا نسبته 93%، وبلغت قيمة التداول 833 مليون جنيه. وعلى صعيد فئات المستثمرين، فتعاملات المؤسسات اتجهت للبيع مقابل حركة شرائية سيطرت على تعاملات الأفراد. البدء في إعداد أول خريطة للصناعة في مصر. أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة قامت بجهود كبيرة مؤخرا لإزالة جميع العقبات التي تواجه الصناعة المصرية. قال رئيس الهيئة إنه توصل إلى حل جزئي لمشكلة ترفيق الأراضي المخصصة للصناعة، حيث وقع بروتوكولا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يقضي بتفويض هيئة التنمية الصناعية في تخصيص الأراضي الصناعية، كما تقرر تشكيل لجنة فنية لتحديد سعر البيع للمستثمر الصناعي. وزير الاستثمار يناقش تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد المصري. أوصى تقرير البنك الدولي حول التمكين المالي والنمو الشامل في مصر بتوجيه مزيد من الجهود نحو التكامل بين السياسات المالية والنقدية وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتعزيز دور الرقابة المالية واستحداث مؤشرات مالية للتنبؤ بالمخاطر. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الذي عقده البنك الدولي تحت عنوان نحو تعزيز التمكين المالي لتحقيق النمو الشامل في مصر، لمناقشة تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر عن الاقتصاد المصري بحضور أشرف سلمان وزير الاستثمار. وزير الصناعة يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم باتحاد الصناعات لمناقشة معوقات الصناعة. يعقد وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور اليوم اجتماعا مع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وذلك لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه القطاع الاقتصادي وكيفية حلها. كما سيعقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا سيتم خلاله عرض جميع المعوقات التي تواجه الصناعة المحلية واستراتيجية الوزارة لحلها. وننتقل إلى أسعار العملات مقارنة بالجنيه المصري طبقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث حققت العملات اليوم في البنوك المصرية ثبوتا على رأسها عملة الدولار الأمريكي. وفيما يلي بيان بأسعار العملات. دولار أمريكي بيع 7.18 وشراء 7.15. يورو بيع 9.10 وشراء 9.8%. جنيه استرليني بيع 11.55 وشراء 11.53. دينار كويتي بيع 24.83 وشراء 24.73. ريال سعودي بيع 1.91 وشراء 1.90. درهم إماراتي بيع 1.95 وشراء 1.94. وننتقل إلى أسعار الذهب، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ثبوتا نسبيا في أسعار جميع عايرته. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب. استقر عيار 24 عند 281 جنيه و30 قرش. أما عيار 21 246 جنيه و60 قرش. وأخيرا عيار 18 211 جنيه و37 قرش. ونصل إلى أسعار الخضار طبقا لأسعار سوق العبور. طماطم جملة 3 جنيه و50 قرش وتجزئة 4 جنيه. بطاطس جملة 2 جنيه و70 قرش وتجزئة 4 جنيه. بصل جملة 2 جنيه و20 قرش وتجزئة 4 جنيه. كوسة جملة 2 جنيه و50 قرش وتجزئة 5 جنيه. فاصوليا جملة 3 جنيه وتجزئة 6 جنيه.
باذنجان بلدي جملة 150 قرش وتجزئة 4 جنيه. باذنجان رومي جملة جنيه وتجزئة 3 جنيه. خيار بلدي جملة 125 قرش وتجزئة 4 جنيه. ملوخية جملة جنيه وتجزئة 3 جنيه. وأخيرا تون جملة 5 جنيه وتجزئة 15 جنيه. وننتقل إلى أسعار الفاكهة طبقا أيضا لأسعار سوق العبور. برتقال جملة 140 قرش وتجزئة 4 جنيه. موز جملة 5 جنيه وتجزئة 7 جنيه. مانجا جملة 6 جنيه وتجزئة 12 جنيه. تفاح جملة 7 جنيه وتجزئة 10 جنيه. وأخيرا خوخ جملة 3 جنيه وتجزئة 6 جنيه. مشاهدينا بكده تكون خلصت نشرتنا الاقتصادية اليوم، على أمل أن يتجدد اللقاء إن شاء الله. تحياتي وإليك زميلتي إسراء. شكرا جزيلا.